الفوز على البرازيل فوز مهم جدا، تحصلنا على لقب بطولة هامة، وبالأخص أننا خطفنا اللقب بعد خسارتنا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا الماضية. لقد كانت بمثابة ردة فعل إيجابية بالنسبة لنا، ودائما التتويج بلقب السوبر كلاسيكو له طعم مختلف. كنا قريبين اليوم حتى من زيادة النتيجة، ولكن في الأهم هو الانتصار ولقب البطولة.